أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 871 إصابة من مرض كوفيد-19 في 24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد 70642 حالة. كما أعلنت الوزارة أيضا تسجيل 622 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 509 حالات.